كمان تلالوها القلم. أنا أبو هاشم وإحنا من صف السادس اللي بيحب مدرسة أسامينا عزمان الحرح الاحترام القوة مساعدة مش راح انسى يا قصص عنك اساميك عزماني الماضي وتمحيك خمسة ايام الابتدائية تنازل على الاعدادية. باي باي مدرسة. عشنا ايام حلوة مع بعض وهالايام مش راح ننساها. عشنا الحلوة والمرة والصحبة الطيبة رح تبقى بقلبنا وفكرنا. بنحبك يا معلمتنا. ذكريات بتنساش. صح احنا نازلين على الاعدادية بس هالمرحلة بذكرتنا رح تبقى محفورة. شباب بعد كم من يوم لنتخرج؟ لك شيء مرت الايام بسرعة. ولي كيف كنا كانت مربية صفنا مع المريم بصف الثالث. انا كانت تعطيني من الصف. لا هاي احلى ايام كانت. لما نقعد كلنا بالاعياد مع بعض. لا وكبرنا بسرعة. والله ما احلى. باختصار احلى ايام. بدأت بطموح وأمري بنجاح. خرجنا بالشعور أكثر من قبل. التخرج نهاية إحنا قصيرة لتبدأ الإطلاق. بنحبك يا معلمتي سوسن. أنا رزت سرحان بشكر المعلمات والطلاب على دعمهم ومحبتهم. أنا سليني نظام حتى لو نقلنا مدرسية رح أضلكم بالقلب. بنحبك معلمي مريم. هاي السنة إحنا لعبنا ضحكنا زعلنا وفرحنا وهوينا كل إشي مع بعض. رح نضلنا دايما هيك. ورح أشكر ربي على بعت لي اياكو على محبتكم وصداقتكم لإلي وبحب اقول لكم انه رح ضلكم بقلبي طول العمر. حكايه كتبناها وجوعت قرأناها. فتنا على المدرسه صغار غمضنا عين فتحنا عين لقينا حالنا صبايا كبار. واحلى صحاب بنحبك يا مدرستي. على اني كنت امنا اختنا وصديقتنا وعلى وقفتك معنا الحلوه والمره. تعبت علينا كثير عشان الذكريات الحلوه. يا سامع شو رح نديك شيء؟ بنحبك يا معلمتي ماري. أنا صار لازم ودعكن وخبركن عني.